احنا المره اللي فاتت ابتدينا نتكلم انترودكشن صغيره كده عن عن لينكس وازاي اتعامل مع الاوبريتنج سيستم من التيرمينال وايه الفرق بين الديسكتوب انفايرمنتس والديستريبيوشنز المختلفه. هنبتدي النهارده ناخد شويه انفورميشنز اكتر عن الاوبريتنج سيستم لينكس اوبريتنج سيستم. فهنبتدي اول حاجه نبتدي نعرف ورا عبد العزيز كفايه كلام. هنبتدي الاول نعرف اليوزرز ايه البرميشنز بتاعتها وازاي ازاي اغير البرميشنز بتاعت اليوزر واد يوزر لجروب تاني اند سو اون. اوكي طيب لو انا عندي في ويندوز انت عايز تنستول بروجرام جديد بيطلب منك انك تعمل ايه؟ ران از ادمنستريتور. عشان تنستول البروجرام بيطلب منك انك تران از ادمنستريتور هتعدل في اماكن مالكش فيها برميشنز. نفس الكلام هيبقى موجود في لينكس بس انا ما بيطلعليش في الجي او اي انا بتعامل مع التيرمينال. فانا في لينكس برضو عندي شويه بيرميشنز بتعامل بيها. اليوزر يقدر يرايت فايل او يريد فايل او يكسكيوت فايل. اوكي دول ثلاث حاجات. اريد فانا اقدر اقرا الفايل بس ما اقدرش اكتب اعدل في الفايل اي حاجه. ارايت ان انا اقدر اغير في البيانات بتاعت الفايل. واللي زياده عن الويندوز ما فيهوش حته الاكسكيوت دي ان انا اقدر اكسكيوت الفايل ولا لا. مش اكسكيوتو از ايه انا اقدر اكسكيوت الفايل اصلا ممكن تيجي يعني اكنك في ويندوز جيت دبل كليك على الفايل قال لك انت مالكش بيرميشن انك ترنه. فاهمين الفكره؟ طيب فدول الثلاثه بيرميشنز اللي عندنا الريد والرايت والاكسكيوت هنتكلم عليهم ان شاء الله ثرو اوت السكشن النهارده. هنبقى بنتكلم على الثلاث حاجات دول. خلينا الاول نبص هو اليوزر هو عباره عن ايه. اليوزر في الاخر هو اي اكونت انت بتقدر تعمل بيه لوج ان بيبقى يونيكلي ايدنتيفايد. انا بقدر افرق الاو اس بيقدر يفرق ما بين لو انت اللي لوجد ان او واحد ثاني اللي لوجد ان بيوزر ثاني وبيعاملكم انتوا الاثنين معامله مختلفه على اساس البرميشنز بتاعت كل واحد وعلى اساس كل واحد ايه الفايلز اللي بيقونها او اللي هو بيمتلكها والفايلز بتاعت حد ثاني بيمتلكها. طيب فانت كل يوزر بيبقى له يونيك ايدنتيفيكيشن نمبر اللي هو اليو اي دي ده اللي السيستم بيعرفه بيه وكل الانفورميشن بتاعت اليوزرز كلها هتلاقيها متخزنه في الدايركتري اللي اسمها اكسترا تحت الفايل اللي اسمه باسورد. دي تقريبا مش فاكر اختصار ايه بالظبط. والهاش باسورد الباسورد نفسها اللي هي معمول لها انكريبشن يعني هتلاقيها متسيبه في الفايل اللي اسمه شادو ده تحت اكسترا شادو. طيب اليوزرز هم نوعين يا نورمال يوزر يا روت او ادمنستريتور او سوبر يوزر. هتلاقينا بنستخدم ثلاث كلمات دول مكان بعض. النورمال يوزر هو اليوزر العادي ملوش اكسس على كل حاجه. الروت يقدر يعمل كل حاجه. فاكرين المره اللي فاتت لما حاولت ديليت الاو اس ديليت ار ام ريكيرسيف على السلاش ما رضاش. لو انا عملت كده وانا سودو هيمسح مش هي 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 هيرضى يعني لو انا داخل كادمنستريشن كسوبر يوزر هيسيبني امسح الاو اس كله. فانا السوبر يوزر ده ليه اكسس انه يعمل اي حاجه. اوكي طيب ماشي. الروت يوزر ده اللي احنا بنقول ان هو ليه اكسس ان هو يعمل كل حاجه. انا عشان لو انا عندي انا الاكونت بتاعي اللي هو الاكونت اللي احنا بنلوجن بيه على الماشين ده اكونت ليه روت اكسس بس باي ديفولت هو مش بيران كل حاجه از روت. باي ديفولت هو مش بيران كل حاجه از روت. لو انت عايز تران كوماند از روت لو عايز تران كوماند از روت يوزر عشان تعمل كده بتحتاج ان انت تستخدم الكوماند اللي هو اسمه ايه سوبر يوزر دو ده اللي هو يوزر دو اللي هو اختصار سودو. اختصاره سودو. سودو ده انت بتحطه قبل الكوماند اللي انت عايزه بيرن لك الكوماند ده از ا سوبر يوزر. اوكي وهنشوف ده هنجرب ده دلوقتي مع بعض. طيب انا بس طيب زي ما قلنا ان احنا عندنا نوعيه بيرميشنز مختلفه. فالروت اكونت عنده بريفليج انه يعمل اولموست كل حاجه. كل حاجه في السيستم بيقدر يعملها. والبيرميشنز الجزء ده اللي احنا بنتكلم فيه على البيرميشنز قلناها من شويه في كام نوع بيرميشنز؟ ثلاثه عشان الناس اللي لسه داخله. رايت ان انا اكتب في فايل فانا ممكن يبقى لي بيرميشن ان انا رايت فايل او ريد ان انا اقرا الفايل فانا ممكن ابقى بعرف اقرا الفايل بس ما اعرفش اكتب فيه. واكسكيوت ان انا اعرف ران سكريبت او ران اكسكيوتبل او ران اي حاجه ممكن ما اقدرش ارن الاكسكيوتبل اصلا ده اسمه بيرميشن الاكسكيوت. طيب
لما اي يوزر جديد بيتكريت بيتحط له الانفورميشن اللي قدامنا دي. اول حاجه اليوزر اي دي بتاعه، الهوم دايركتري فين، بنسيت الديفولت شيل بتاعت اليوزر دي اللي بين شيل، بكريت برايفت يوزر جروب نيمد افتر اليوزر نفسه، يعني بخلي في يوزر جروب بنفس اسم اليوزر. يعني ايه الاول يوزر جروب؟ خلينا نفترض ان احنا في الكليه شغالين على سيرفر، السيرفر ده بيالاو ان 1000 يوزر يبقى ملوجن عليه، اوكي، وانا عايز ان انا ابقى فاتح فولدر معين للستودنتس بتاعه الاو اس، فهحط البيرميشنز بتاعه الفولدر ده لجروب اسمه او اس، الجروب اسمه او اس ستودنتس، وهدخلكم كلكم كيوزرز اليوزرز بتاعتكم على الجروب ده. فالجروب ما هو الا ان انا بجمع شويه يوزرز مع بعض عشان احط لهم نفس البيرميشنز، فدي فكره الجروب. فهو باي ديفولت لما بيدخل يوزر جديد بيعمل له جروب لوحده اكن ده الايه البيرميشنز بتاعته عشان يعرف يتعامل معاه البيرميشنز للجروبس بس. فهو حته البيرميشنز بيبص عليها من ناحيه الجروبس، اوكي، فبيبص على لو انت فبيعمل لك انت اول ما بيكريت لك اكونت بيكريت برايفت يوزر جروب ليك انت بس، والبرايفت يوزر جروب ده بيبقى متسمي على نفس اسمك، فهتلاقي ان دايما كل يوزر قصاده في جروب بنفس الاسم في اليوزر ده بس. فاهمين الفكره؟ طيب بي كوبي الكونتنتس بتاعت الفولدر اللي هو اكسترا اس كي اي ال، ده تقريبا اللي كان فيه الحاجه اللي تحتها اللي هو باش ار سي وباش بروفايل وباش لوج اوت. الباش ار سي ده احنا ذكرناه المره اللي فاتت باختصار، فاكرين كان ايه؟ اللي هو بالظبط اللي هو بيعمل حاجه اول ما التيرمينال تقوم. انا اول ما التيرمينال تقوم افرض ان انا عايز اغير في الانفايرمنت فاريبل، فكل ما التيرمينال تفتح انا عايز الانفايرمنت فاريبل يبقى متعدل، فاخلي ان في باش ار سي، في الباش ار سي اغير لاين اقول له عدل الانفايرمنت فاريبل ده، وفي اخر السكشن هوريكم ازاي بنعدل فيه. يعني لو انت مش فاهم ده دلوقتي هنشوفه كاكزامبل. طيب الفايل ده اللي احنا قلنا ان فيه معلومات اليوزرز اللي هو ده اللي هو باسورد ده ريدبل، اي يوزر يقدر يبص فيه، بس الروت ادمن بس اللي يقدر ايه يعدل فيه. هو فيه شويه معلومات، اليوزر نيم بتاع كل يوزر، الباسورد، الباسورد فيلد، والباسورد دي هتلاقيها معموله اكس معناها ان هو انكريبتد ومتخزن في الفايل شادو اللي هنشوفه برده، اليوزر اي دي بتاعه والجروب اي دي بتاعه، لو هو مسيف فول نيم فبيبقى كاتب اسمه، الابسوليوت باث بتاع الهوم دايركتري، وساعات بيبقى موجود برضو اللوجن شيل الشيل بتاعت اليوزر. فخلينا نبص على ده كده سوا. شايفين من غير ماجنيفاير صح؟ ازوم ان. طيب لو انا رحت عند سي دي الاول اكسترا وقلت كات الفايل ده، هو طلع لي اللاينز بتاعت اليوزرز، يعني اليوزرز كلها بحاجات تانية كتيره. طيب في يوزرز باي ديفولت في السيستم هي بتشغل السيستم، بس انا عايز اشوف اليوزر بتاعي، عايز اشوف الانفورميشن بتاعت اليوزر بتاعي بس. حد يقول لي عدل ايه في الكوماند؟ هو باين بس يعني عدل ايه في الكوماند عشان اسيرش على اليوزر بتاعي بس. جريب انا هعمل بايبنج بحيث ان الاوتبوت اللي طلع ده من الطباعه دي يتعمل فيه سيرش، فانا هقول له سيرش جواه على كلمه او اس، فهيطلع لي هنا اهو ده اللاين اللي فيه اليوزر بتاعي، ده اليوزر نيم، ده الباسورد بيقول لي انها انكريبتد وفي فايل تاني، اليوزر اي دي، الجروب اي دي، اسم اليوزر، الباث بتاع الهوم، وايه نوع الباش اللي انا بستخدمه، نوع التيرمينال اللي انا بستخدمها، هل هي الديفولت تيرمينال سي اس اتش ولا باش ولا ايه؟ اوكي؟ ايه؟ بعد اليوزر نيم، بعد اليوزر نيم ده اللي بين الكولون هي الديليمتر، فاللي هنا ده بيقول لي الهوم دايركتري فين؟ الابسوليوت باث بتاع الهوم دايركتري، وده اللي هو بين باش ده بيقول لي هو انت بتستخدم انهي تيرمينال باي ديفولت؟ انت ممكن تستخدم سي اس اتش او باش، احنا شغالين باش في كذا تيرمينال تاني. طيب ليتس سي ان انا عايز ابص على اللي هو بتاع الباسورد، بتاع الباسورد كان اسمه شادو، فهقول له كات شادو، هيقول لي ايه؟
هيقول لي بيرميشن دينايد. احنا قلنا ان ده ما حدش بيقدر يبص عليه غير الروت. فانا عشان ارن ده كروت هعمل ايه؟ هقول له سودو كات شادو. هيقول لي دخل لي الباسورد بتاعتك. هدخل الباسورد وانتر. هيوريني فايل. لو انا ماليش اصلا ان انا ارن سودو فهيقول لي انت مالكش بيرميشنز. حتى بعد ما دخل الباسورد هيقول لي مالكش بيرميشنز، انت مالكش روت اكسس اصلا. اوكي طيب. وبعدين ممكن نجرب على او اس برضه عشان نشوف شكل الفايل. هنلاقي ان انا هنا عندي ده اسم اليوزر ودي الباسورد بعد الانكريبشن، مع ان الباسورد سي ام بي 303 بس ده اللي طالع من الهاشنج يعني. اوكي اليوزر اي دي وجروب اي دي. حتى الان لما في السكيورتي هنقولها، بس هو هي فانكشن ماثيماتيكلي عشان تعمل لها ريفرس محتاج تعمل تحل. فاكرين انتوا عارفين هي عارفين الام بي هارد، هي مساله ام بي هارد، فهي ليها حل. بس الحل انك هتقعد تجرب تبروت فورس كل الكلمات لحد ما واحده تطلعها لك، ملهاش هي يعني سو فار ملهاش حل. لو اكتشفنا يعني لو في يوم من الايام، انا مش فاكر الهاشنج منهم ولا، بس الانكريبشن انا متاكد انه منهم، لو يوم من الايام طلعوا حلوا الام بي كومبليتنس ان هي بولينوميال، الانكريبشن اتضرب، كل الانكريبشن الانكريبشن كله هيتضرب في يوم وليله، بس هما يحلوا المساله فاهم. فهو سو فار ما عندناش ليها حل. لا انا مش عايز اعرفه، انا مش عايز، هي متخزنه عشان السيستم، هو السيستم بيعرف ان انت لوجد ان ازاي، بياخد الباسورد بتاعتك يعمل لها هاشنج ويقارن اللي طالع بده، فعشان السيستم يعرف يقارن ده انت ولا لا. بس انت الوحيد اللي عارف الاصليه، ما هي دي فكره الهاشنج، ان انت الوحيد اللي عارف الاصليه. اي حد تاني حتى لو هاكت الداتابيز، الداتابيز فيها الباسورد بتاعتك هاش، مش مفروض ان يعرف الباسورد، هو معاه الهاش بتاعها. يحل بقى الهاشنج بروبلم، يحل الانفرس هاش بروبلم. ليه؟ اظن مثلا ممكن في كوماند تاني يخليك بتريسات الباسورد اليوزر. ما هو انت لو عملت، ما هو انت ريسيتنج الباسورد معناه ايه؟ ان انا هعدل في الفايل ده. لو انا قلت لليوزر ريسيت باسورد، مش تشينج باسورد، ريسيت الباسورد، ان انا عايز اقول له خلاص امسح له الباسورد وشيل له الباسورد خالص، ممكن اخلي الروت يشيل لي الباسورد، يشيلها خالص. مش هغير، لو عرفت اغيره مش هستفيد حاجه، انا ممكن امسحه خالص يعني. خلاص هلوجن من غير الباسورد، حاجه من غير باسورد يعني. انا بفكر في سيناريو، مش متاكد ان ده السيناريو فعلا. غيرت باسورد، ممكن تروح تهاش الباسورد بنفس الالجوريثم وتجيب الهاش تحطه هنا. طيب في حاجه تانية هنشوفها هنا غالبا. لا طيب حد عنده سؤال حتى الان؟ لو انت جيت بصيت في الفايل ده، فانت اول حاجه كانت اليوزر نيم، الباسورد انكريبتد، بعدين بيبتدي لو انت في انفورميشن زياده بتبقى موجوده في الاخر. احنا عندنا كان كله كولون 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 كلهم فاضيين، بس لو انت بيقول لك ايه اخر باسورد، اخر معدل باسورد اتغير فيه، ساعات بيبقى انت عندك في السيستم بتحط لليوزر ان هو مثلا بعد كل 90 يوم ولا كل 100 يوم يقول له غير باسورد، فده بيبقى ظاهر برده هنا بحيث ان هو يبقى عارف امتى يطلع اليوزر الورنينج ده. لو الاكونت ديسيبلد بيبان هنا برده. طيب ازاي ادى يوزر؟ عشان ادى يوزر بستخدم مبدئيا لازم يتعمل بسودو، لازم روت هو اللي يعرف يادى يوزر، وعشان الروت يأد يوزر بيستخدم سودو يوزر اد، وبتحط له داش ام يوزر نيم. انت ممكن تزود انفورميشن ثانيه معاك، فانت ممكن تبص على المانيوال بتاع يوزر اد وتفهم هو بيعمل ايه ازاي. طيب احنا اتفقنا ان الجروبس في لينكس هي مجموعه يوزرز، واتفقنا ان كل يوزر بيتكريت له برايفت جروب، بيبقى الجروب بتاعه بنسمي الجروب اللي هو فيه ده البرايمري جروب.
البرايمري جروب اللي هو اساس فيه. فانا ممكن اغير لك اصلا البرايمري جروب بتاعك، يعني انت باي ديفولت يبقى ليك البرايمري جروب بتاعك هو لوحدك، بس انا لو عايز اخليك بارت من جروب تاني ممكن اغير لك البرايمري جروب ده، خليك ان انت بارت من برايمري جروب تاني. وعندك سكندري اور سبلمنتري جروب زي الروت. انت دلوقتي لما عملت الاكونت روت فهو دخل في السب جروب اللي اسمه روت، ممكن تدخله في سب جروبس ثانيه كتير. فده السبلمنتري جروبس ده بيبقى اي جروبس ثانيه انت اكزاكتلي في 1 من البرايمري، وهنا يا زيرو يا اكتر. فانت ليك برايمري جروب واحد والسبلمنتري زيرو او اكتر. اوكي. وباي ديفولت البرايمري جروب هو مين؟ هو البرايفت جروب بتاعك. تمام. طيب ازاي تشوف اليوزر في انهي جروب؟ في كذا طريقه، بس منهم ان انت تبص مثلا على الفايل اللي اسمه اكسترا جروب، او تبص على تستخدم جروبس كوماند وانت لوجد ان. فلو انا دخلت هنا وعملت كلير الاول جروبس قال لي ان الاكونت ده هو بارت من او اس اللي هو الديفولت بتاعي، وشويه جروبس ثانيه كده منهم سودو اللي هو بتاع الروت. طيب ازاي اد يوزر لجروب اكزيستنج؟ فانا هقول له append sudo username append add على الكرنت يوزر جروبس بتاعته الجروب نيم اللي انا عايز ازوده فيه لليوزر نيم ده، فانا كده ضفت له جروب. لكن لو انا عايز اغير له، لو عايز اشيله من جروب بشيله كده، لو عايز اكريت جروب حاجه اسمها جروب اد، لو انت عايز تغير البرايمري جروب بتاع اكونت هتغيره كده يوزر مود داش جي، ان انت بتغير البرايمري جروب تقول له جروب نيم الجديد يوزر نيم. اوكي. طيب لو انا جيت بصيت هنا، رحت الهوم بتاعي وجيت قلت له ls ده احنا قلنا بيعمل ايه؟ بيليست الفايلات، وكان في كوماند اللي هو داش ال ده بيوريك البيرميشنز بتاعت الفايلات كمان. كل الفايلات هتلاقي ان هي عندها 10 اليمنتس هنا. اول اليمنت ده ايه؟ كبر. ممكن بعد كده اغير الفونت اكبره، بس مش دلوقتي. هلاقي ان هنا في 10 بيرميشنز هنا، ده بيبقى البيرميشنز. بعد كده 1 و2 ده انا مش فاكر ده كان ايه. بعد كده بيقول لك مين اليوزر اونر، مين اليوزر اللي بيؤون الفايل ده، ومين الجروب اللي بيؤون الفايل ده برضه، بيبقى في يوزر وجروب، وبعدين اخر مره الفايل اتعدل واسم الفايل. طيب ايه ال10 اليمنتس اللي هنا دول؟ اول واحده دي اللي بتقول لي انا دايركتري ولا لا. فانا لو فولدر هتلاقيها معموله دي زي الديسكتوب دوكيومنتس داونلودز، دول معمولين دي. او لو فايل هتلاقي ان هي ايه متسابه فاضيه كده. بعدين عندي 3 3 3. اول 3 دول ريد رايت اكسكيوت. هل اليوزر اللي بيؤون الفايل ده ليه انه يريد الفايل ده ولا لا؟ ليه انه يرايت الفايل ده ولا لا؟ ليه انه يكسكيوت الفايل ده ولا لا؟ اوكي؟ فاول 3 دول اللي هم هنا بيقولوا لي انا اقدر اريد الفايل ده ولا لا، اقدر رايت فيه ولا لا، اقدر اكسكيوت الفايل ده ولا لا. اوكي؟ طيب تاني 3 بتوع الجروب. اي حد من البرايمري جروب اللي هنا ده، من الجروب اللي بيؤون الفايل ده، يقدر يرايت ولا لا؟ يريد ولا لا؟ يكسكيوت ولا لا؟ طيب اخر 3 بقيه الناس اللي هم الاذر. فاي حد تاني في مش اليوزر بتاعي او الروت، اي حد غيري او الروت، لو دخل الهوم دايركتري بتاعي هيعرف يقرا الفايلات بس مش عارف يكتب فيها. ليه؟ لان الاذر ما فيهوش رايت. الاذر ما فيهوش رايت. فاهمين الفكره؟ اخر حته تاني. انا دلوقتي انا فين؟ انا في الهوم بتاعتي. الفايلات كلها هنلاقي ان انا ليا رايت اكسس عليها. ليا رايت اكسس عليها. بس الاذر اللي هم اخر 3 اليوزرز اللي مش انا او مش روت، ما لهمش غير ان هم يريدوا الفايلات دي او يعملوها اكسكيوت، ما يعرفوش يرايتوا فيها، فما يعرفوش يعدلوا الكونتنتس بتاعه اي فايل جوه الهوم بتاعي. مين اللي كان بيسال؟ الترتيب بتاع
لا مش الروت ده اليوزر اللي بيقون الفايل اللي هو هنا اللي هو OS وده الجروب اللي بيقون الفايل مش عايز ادوس اللي بيقون الفايل هو ده وده اللي فاضل الاذر فاهم لا اللي فاضل ده الناس اي يوزر تاني اي يوزر مش في الجروب ده يعني اي يوزر مش في الجروب ده ومش انا يعتبر اذر اوكي هو ايه كل واحده فيهم بتعبر عن حاجه مختلفه يعني ايه كل واحد بيبقى يعني هي يعني انا بقسمه انا ما ببصش عليه عمري ما هبص عليه كامل هو كانه جروب اوف فلاجز انا بشوف هو دايركتري ولا لا ابدا بشوف الكرنت يوزر ليه انه يقراه ولا لا ابدا بالار دي بشوف ان الكرنت يوزر ليه الاونر يعني ليه انه يرايت ولا لا ابدا يكسكيوت ولا لا ابدا طب اليوزر لو هو مش الاونر بتاع الفايل هشوف هو بيريد ولا لا قبل ار دي بيرايت ولا لا قبل الفاضيه اللي هنا بيكسكيوت ولا لا دي فانا ببص عليك هي كل فلاج لوحدها هي بس متجمعه في حته بس هي كل واحده لوحدها اوكي الايه ال1 وال2 انا مش فاكر محتاج افتح المانيوال بتاع الليست واشوف هي ايه بس احتمال يبقى فايل تايب لان انا شايف ال1 فايلز وال2 فولدرز بس هل مثلا جواه كام فايل لا انا بفتي مش عارف مش فاكر يعني يعني فتحنا المانيوال هنفتكر بس مش فاكر الحقيقه دلوقتي طيب حد عنده سؤال في ده طيب لو احنا جينا بصينا هنا ده بيشرح اللي احنا قلناه ده بيشرح نفس الترتيب اللي احنا قلناه وايه هم الثلاثه ويعني ايه الاونينج جروب فهنا مثلا اليوزر والجروب الاونر جروب مش هو هو هتلاقي مثلا او مثلا كان البرايمري جروب بتاع اليوزر اللي اسمه ايه يسري ده كان يوزرز فساعتها اي يوزر جو البرايمري جروب بتاع يوزر هيعرف يستخدمه طيب ازاي اغير معلش قبل ما نغير ده احنا فاهمين الريد والرايت والاكسكيوت بتاعت الفايلات طب يعني ايه ريد ورايت واكسكيوت لفولدرز الريد بتاعت الفولدر معناها ان انا اقدر اشوف الفايلات اللي جوه مش هفتحها اشوف اساميها لو انت مالكش ريد اكسس على فولدر مش هتشوف اصلا ايه الفايلات اللي جوه مش هتعرف تشوفها طب الرايت اكسس بتاع الفولدر ان اعرف اد فايلات جواه ان انا اعرف اد فايلات جواه فده الرايت اكسس بتاع الفولدر طيب الاكسكيوت اكسس بتاع الفولدر لو انت ليك اكسكيوت اكسس على الفايل بس مالكش اكسكيوت اكسس على الفولدر مش هتعرف ترن الفايل برضه فهو كاني بقول لو انا ليا اكسكيوت اكسس على الفولدر اقدر اكسكيوت الحاجه اللي جواه لو ليا اكسكيوت عليها برضه فكاني ممكن الغي لك الغي الجروب مثلا ان هو اكسكيوت اي حاجه في الفولدر ده فهتلاقي ان كل اليوزرز ليها اكسكيوت بيرميشن على بن لو احنا رحنا عملنا فين الماشين عملنا ال اس داش ال كده فالبين فولدر ده هتلاقي ان مصر كلها ايه ليها انها اكسكيوت عشان كل الاكسكيوتبلز جواه فاحنا كلنا عايزين نعرف ان الاكسكيوت اللي جوه فهتلاقي ان كلنا لينا اكسس عليه اوكي ان انا اقدر اكسكيوت اللي جوه ولا لا لو شلتها مش هتعرف تكسكيوت اي فايل جوه حتى لو ليك في الفايلز بتاعتك مش هتحطها بس ساعات بيبقى فيه public folders shared folder على network وكل الناس تكتب فيه فساعتها مش فارق معاك مين اللي هيكتب هو كل الناس موجود لا انا عايز الجروب ده بس اللي يكتب هختار الجروب ده بس كانت ال اللي كانت فين لا مش فاكر ثانيه كده افتكرت ال ال ده اللي هو زي شورت كات بس هو مش شورت كات كان اسمه ليها اسم مشهور بس انا مش فاكر اسمه سوفت لينك او هارد لينك تقريبا سوفت لينك ده بيقول ان البين اللي هنا ده مش يعني ده مش ده الفولدر مش مكانه هنا الفولدر اللي اسمه بين ده شورت كات بيشاور على يوزر بين اوكي فده شورت كات بس انا كان ليها اسم تاني بتتقال ما بيتقالش عليها شورت كات هنا بس انا مش فاكر
سيمبوليك لينك. الله ينور عليك. سيمبوليك لينك كان اسمها سيمبوليك لينك, واللينك ده كان ليه كذا تايب, بس هي بنقول عليها سيمبوليك لينك, وممكن تعمل انت تكريت انت اللينك ده كانه شورت كات يعني. تعرف ترن فايل ولا لا؟ فانت عشان ترن فايل لازم يبقى معاك حاجتين, اكسكيوت بيرميشن للفايل واكسكيوت بيرميشن للفولدر اللي الفايل فيه. يعني ارن فايل افتحها؟ لا ترن مش تفتح. هوريك دلوقتي لما نشوف بنتشينج البيرميشنز ازاي هعمل. طيب احنا عايزين نشيل الماجنيفاير ماشي. ازاي بتشينج البيرميشنز؟ عندك حاجه من الاثنين, يا تقول له تشينج لي كله مره واحده فانت تخش لازم تكتب له التسعه بيرميشنز مع بعض, يا اما دايما هتلاقينا بنستخدمه ان احنا بنعمل حاجه اسمها سيمبوليك مود, ان انت بتقول له غير لي بس دي, عدل لي دي, فانت بتبقى همك واحده ومش فارق معاك الباقي. فعشان تاد بتقول له بلس, عشان تشيل بتقول له ماينس, وعشان تقول له بالظبط بتقول له ايكوال. فازاي؟ فانا مثلا ممكن اجي اقول له دلوقتي تيست فايل ده كان انيشالي اليوزر ليه انه يرايت ويريد ويكسكيوت, الجروب ليه انه يرايت ويريد ويكسكيوت, والاذر ليه انه يريد بس. فانا عايز اخلي الاذر ليه انه يرايت ويكسكيوت, فهقول له ايه؟ تشينج مود او يعني اذر بلس زود للاذر الدبليو والاكس وبعدين اسم الفايل. فهتلاقي ده دايما الفورمات بتاع التشينج مود دي, بديله الاول انا مين اللي عايز اغيره, هل هو اليوزر, هل الجروب, هل الاذر, وبعدين بقول له يا بلس يا ماينس يا ايكوال. فبلس انا زودت بيرميشن, ماينس هنا يوزر ماينس اكس انا شلت من اليوزر ان هو اكسكيوت, فهنلاقي ان دي اتشالت. طيب لو قلت له جروب ايكوال ار اكس هيعمل الجروب ايكوال ار اكس بالظبط, فكني شلت الدبليو فبقى جروب ايكوال ار اكس بالظبط. لا لا ده هتلاقيه اصلا في التيرمينال لوحده, ده اللي بيبقى موجود في التيرمينال يعني التيرمينال نفسها هي فيها الدولار ساين من غير ما تعمل حاجه. طيب خلينا نجرب ده دلوقتي. احنا المره اللي فاتت كنا عملنا الفايل اللي هو اسمه هلو, احنا في الهوم, لا احنا مش في الهوم, كنا عملنا الفايل اللي اسمه هلو ده صح, بنرن ونقول له اي حاجه بيقول لي هلو كذا ويلكم تو لينكس. طيب لو احنا بصينا على الفايل ده هنلاقي ان الفايل ده هو فين لينا احنا اكسكيوت, لينا اكسكيوت عليه. لو انا جيت قلت تشينج مود يوزر ماينس اكس واسم الفايل كان هلو, فانا خليت اليوزر مالوش انه اكسكيوت الفايل ده, اقدر افتحه, اقدر افتح الفايل. فلو قلت له فيم هلو هيفتح لي الفايل, هو باينري فهو مش عارف يقراه بس فتحهولي. بس لو جيت اعمل له اكسكيوت ان انا احاول ارنه هيقول لي بيرميشن دينايد. فاهمين الفكره؟ طيب خلينا نرجع كده, لو جيت ارنه تاني هيفتح عادي ويقول لي هلو, اقول له يس على طول. طب افرض ان انا ما كانش ليا اكسس على الدايركتري دي, خلينا نقول تشينج مود الدايركتري اللي انا في يوزر ماينس اكس للدايركتري اللي انا في, هو كده هيعمل كله. طيب انا دلوقتي خليت ان الدايركتري اللي انا فيها, يعني انا عملت كده خليت ان الدايركتري اللي هي اسمها او اس اليوزر مالوش فيها اكسكيوت. شايفين عملت ايه؟ انا خليت الدايركتري اللي اسمها او اس اليوزر مالوش ان اكسكيوت, فاي فايل جوه او اس اللي هو هلو مثلا انا اصلا مش عارف ادخل جوه الدايركتري نفسها. فعشان ارجع لها السي دي انا باكسكيوت حاجه, يعني انا لو قلت له ال اس او اس, لو قلت له ال اس او اس ريدي يقول لي ايه اللي جواها, بس مش عارف ادخل جواها اصلا, لا هعرف ادخل جواها ولا هعرف اكسكيوت. يعني هو قال لي ايه الداتا اللي جوه, بس الانفورميشن يعني انا عملت له ال اس من غير داش ال, لا هو طلع لي الحاجه قال لي ايه اللي جواها. خلينا نرجعها وقلنا سي دي او اس, دلوقتي انا عارف ان سي دي عادي وهعرف اكسكيوت الفايلز اللي جوه. اوكي بس هيعرف يزودها تاني عادي. انا بقلل البيرميشن بتاعي على فايل,
اظن لا اظن اليوز الروت مالو دايما بيبقى له ان هو يفتح اي فاي مش عارف يغير حاجه. بص هو دايما كل سيستم ليه روت اللي هو روت اسمه روت اكشلي اسمه روت وفي جروب الروت اللي فيه الناس الروت فانا ممكن كروت يوزر اشيل نفسي من جروب الروت بس مش عارف ارجع نفسي غالبا فاهم الفكره. لكن الروت هو خلاص هو فيه روت يوزر اسمه روت تقريبا. طيب حد عنده سؤال في الحته دي؟ ملهاش لازم ملهاش لازم هو فايل مش هيترن اصلا. طيب انا عايز اجرب حاجه ثانيه بس. طيب عايز اغير ايه؟ اظن هحتاج اعاده للجروب. يعني انت قصدك ان انت تعملي مثلا اكني هقول change mod os plus x الفايل معين صح؟ لا اظن ده مش invalid option. هو بيغير للثلاثة دول بس. هو كل فايل ليها permissions دول بس. فساعتها هتحتاجي تأديه لجروب معين وتخلي الفايل ده للجروب. فاهم الفكرة؟ طيب ماشي انا هاد جروب دلوقتي عشان نستخدمه بس later واحنا شغالين. خلينا نسميه ماشي. طيب ازاي اغير الاونر بتاع الفايل؟ انت دلوقتي فايل كان اوند باي حد معين وعايز تغير الاونر شيب بتاعته اللي هو اليوزر اللي بيقون الفايل. فانت بتستخدم الكوماند اللي اسمه تشينج اونر شيب وده لازم سودو اللي يعمله وتقول له اسم اليوزر اللي عايز تغيره والفايل ليست اللي انت عايز تعدلها. فخلينا الاول ماشي. فلو بصينا هنا على الفايلات هنلاقي ان كل الفايلات اللي هنا الجروب بتاعها او اس الجروب بتاعها او اس اليوزر او اس اسف والجروب يوزرز عشان انا خليت الديفولت جروب بتاعي هو جروب اسمه يوزرز. اوكي طيب افرض ان انا عايز اغير الاونر شيب بتاعت فايل من دول فهخلي ان ال هقول له تشينج اونر شيب اسم الجروب. فاحنا قلنا الجروب احنا كريتنا جروب اسمه ايه تيست. لا احنا عايزين يوزر. انا عندي يوزر تاني اسمه تمب وفايل r.cpp. حاضر. فانا دلوقتي عايز اغير الاونر شيب بتاعت r.cpp ده هخليها خلينا نكريت تكست فايل عشان يبقى اسهل. كات احنا كريتنا تكست فايل دلوقتي اسمه تي دوت تكست وهن تشينج الاونر شيب بتاعت الفايل ده فهقول له سودو تشينج الاونر شيب بتاعت تي دوت بتاعت ده ليوزر تاني اسمه تمب. فدلوقتي لو جينا بصينا بليست داش ال هنلاقي ان الفايل ده اليوزر اللي بيقول الفايل ده هو مين؟ هو تمب. اوكي هو تم. طيب عشان لو انا دلوقتي يعتبر ان انا من الجروب اللي بيقون الفولدر ده الفايل ده
خلينا نغير ال 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 الجروب كمان فتشينج جروب ونخليه للجروب الجديد اللي احنا عملناه اللي هو تيست تي دوت تكست ماشي. لو عملنا ال اس داش ال دلوقتي انا بالنسبه للفايل اللي اسمه تي دوت تكست ده انا ايه؟ انا اذر. فلو جيت عملت طبعت الفايل اكني بريد هيطبع، لكن لو جيت اعدل في الفايل قلت له ايكو حاجه ثانيه وهطبع الحاجه الثانيه دي في تي دوت تكست هيقول لي بيرميشن دينايد. ليه؟ لان انا دلوقتي بالنسبه للفايل انا اذر. طيب خلينا نقاد نفسي للجروب اللي اسمه تيست. طيب حاجه انا قلتها برضو للناس في السكشن اللي فات، انت عشان تحفظ الكوماندز هتاخد وقت كتير بتشتغل بيهم. يعني انا الفتره اللي كنت شغال فيها لينكس الكوماندز اللي بستخدمها انا حفظتها، بس الحاجات اللي مش بستخدمها مش حافظها. فانت هيبقى عندك ليست كوماندز كومن انت عارفها وعارف انك هتستخدمها وممكن تضيف عليها بعد شويه، بحطها دايما لنفسي. ده في الشغل مش عشان المشاريع وعشان بعد كده لو اشتغلت لينكس بعد كده بعمل لنفسي تشيت شيت في كل الحاجه اللي بستخدمها. ازاي بفايند، ازاي بسيرش في فيم، ازاي بعمل كذا، ازاي بعمل كذا، ازاي بعمل كذا، والكوماندز بالاوبشنز الكومن اللي انا بستخدمها ازاي بليست، ازاي بسي دي بديفرنت اوبشنز، واكتب لنفسي الكلام ده في شيت بفونت صغير كده زي التشيت شيت اللي بخش بيها الامتحان لاوبن بوك، وبسيبها معايا على الديسكتوب او طابعها جنبي بحيث ان انا كل ما احتاج حاجه اعرف ارجع لها، ومع الوقت هتحفظها. فانا دايما بعمل لنفسي في الوقت اللي بشتغل فيه لسته، مثلا لحاجه لينكس لسته لحاجه جيت. انت في جيت بتحتاج تبقى عارف ازاي تميرج فايل، ازاي تريزولف كونفليكت، ازاي تريفرت، ازاي ترجع لبرانش قديم، ازاي تروح لبرانش تاني. فالكلام ده بحطه لنفسي في ورقه، مش كل مره هاو تو سويتش برانش ان جيت، هاو تو سويتش مش عارف ايه، ده بيبطئك شويه. الحاجات دي بتبقى مفيد. فانا ده حاول تبقى تعمله لنفسك دايما وانت شغال. ليه؟ ده بالذاكره كده بايتس او سايز بالذاكره سايز، بس يعني يا اما عدد الفايلز ريكيرسيفلي، يعني يا عدد الفايلز ريكيرسيفلي يعني خلينا نقول ايكو او تاتش اون التكست نعمل الاشياء التاني. هي غالبا سايز لو انا فاكر صح، هي سايز. لا هي ثابت، انا مش فاكر دي ايه بصراحه، بس يعني لو فتحنا المانيوال هنفتكر. بتغير الفايل نفسه؟ مش هيرضى، لان الفايل بيلوك لما تيجي تستخدميه. عارفه لما تيجي تعملي ديليت لفايل في ويندوز ويقول لك الفايل ده اوبن في حته ثانيه، لو الفايل بالاكسكيوت فهو كانه اوبن في حته ثانيه، فمش هتعرفي تعدلي البيرميشن بتاعته. ما هو السكريبت مش عارف يعدل في نفسه عشان السكريبت مفتوح، يعني هيضرب في اللاين ده. انا يوزر مود داش ايه داش جي جي جروب نيم اللي هو تيست. طيب انا احنا كنا بنعمل ايه؟ انا نسيت من الاسئله. احنا كنا عايزين كنا بنورينا الحاجه بتاعت الفايل. طيب فانا عشان اعرف ارجع الفايل ده تاني ان هو يبقى اعرف اكسس الفايل ده، يا اما اخلي الديفولت جروب بتاعي هو التست، يا اما ممكن ارجع الفايل زي ما كان. فخلينا نرجع الفايل زي ما كان. فكده دلوقتي لو جيت اكتب في الفايل
كان اسمه اي تي دوت تكست هيكتب معاك عادي. اوكي مش مشكلة بس يعني كنت بوريكم الاكزامبل نفسه. طيب حد عنده سؤال؟ اليوزر نيم ده ايه؟ ده انا كنت مكريته من شوية. اليوزر نيم ده مش ريزيرفد، لا ده انا عملت له كريت في سكشن الصبح. طيب شوية كوماندز كده ممكن نحتاج نستخدمها. ls احنا شفناه وداش ال بتورينا الانفورميشن كلها. بتلاقي ان انت عندك يبقى الفايلز اللي هي ملهاش غير اكستنشن بس ملهاش اسم بتبقى هيدن، فانت ممكن عشان تعرضها تقول له ده ls داش ايه. لو عايزه يعرض لك الحاجه اللي جواك واللي جوه اللي جواك بتقول له داش r، فبيشتغل ريكيرسيف على الدايركت اللي بعدها. داش al هيطبع لك الهيدن وهيطبع لك ال اللي احنا شفناها اللي هو اللونج ليست اللي احنا شفناه. لوكيت ده سيرش الشبه اللي في الويندوز بيدور لك في السيستم كله. فايند بيدور في من الدايركتري اللي انت فيها. فايند بيدور من الدايركتري اللي انت فيها. جراب احنا شفناها، جراب باي ديفولت هي بتبقى مكسبكتا ستاندرد انبوت، ففي الحاله دي انت بتقول له جراب الباترن اللي بتدور عليه بعدين اسم الفايل، او لما عملنا بايبنج لو انت عايز اوتبوت بتاع حاجه يخش على جراب فبتحطها بعد البايب. اوكي فاهمين الفكره؟ طيب هيد وتيل بيطبعوا لك اول 10 تسطر واخر 10 تسطر في فايل، اول واخر 10 تسطر باي ديفولت، ممكن تزود العدد بس انت لو كتبت هيد وتيل هيطبع لك اول 10 واخر 10. ديف بتقارن لك بين فايلين بتقول لك الاختلافات، ما بتطلع لكش الحاجات الكومن. فانت لو عندك فايلين انت ما اكسبكت ان هم عايز تشوف ايه الفرق بينهم كفيرجنز، فهتيجي هنا. فخلينا نعمل فايلين، واحد اسمه ماشي، ونفتح one dot text ده نكتب فيه this is a test، ونكتب فيه لاين تاني ماشي. افتكروا بس احنا كاتبين ايه. لا بلاش كلام ركز في اللي انا كاتبه عشان احنا هنقارن بين فايلين. انا كاتب في ده this is a test 1 3 5. اوكي وهسيف الفايل واكزت وهفتح دوتو التكست وهكتب فيه this is a test برضو وهكتب 1 و5. اوكي لو جيت قلت له diff 1 dot text وتو دوت تكست متوقعين هيطلع ايه؟ التلاتة بس. هو هيشوف المفروض ان في يعني هو مش بيقف عند اول غلطة، لا ده هو فهم ان الخمسة اللي تحت دي هي الخمسة اللي دي بس في تلاتة في النص مش عندي، فبيطلع لك الديفرنسز ما بينها شبه اللي الجيت ديف بيعمله. لو انت استخدمت الكوماند بتاع جيت ديف لما بيقارن لك بين الفايل وفيرجن قديمة او بين تو فيرجنز من فايل بيعمل نفس الحاجة، بيستخدم الجوريزم شبه اللي هنا. اوكي تقريبا لاين 3 في دوكيمنت 2، لاين 3 في دوكيمنت 2 يعني هو تو دوت. هو بيقول لي ان ده مش موجود في دوكيمنت 2 لو انا فاكر صح، يعني السنتكس نفسه ممكن ابص عليه في المانيوال بس بالتقريب كده بيقول لي ان لاين 3 في دوكيمنت 2 مش موجود فيه، ده ناقص منه. ده العلامة السمولر دان كانت ان ناقص والبيجر دان كانت ان في زيادة حاجة كده يعني. ممكن لو عملناهم بالعكس، خلينا نعملهم بالعكس، مش عارف هيطلع نفس الاوتبوت ولا هيطلعه بالعكس. بصي طلعه بالعكس، قال ان دوكيمنت 2 فيها زيادة، يعني الدي دي غالبا ان هي ديليتد والاي دي ان هي فيها زيادة، فقال ان دوكيمنت 2 فيها زيادة 3. بس هو في الاخر نفس الفرق، ان يا اما بيقول لي ده فيه زيادة 3 يا اما بيقول لي ده فيه ناقص 3. طيب حد عنده سؤال في ده؟ بعد كده عندنا سورت بيرتب لك اللاينز بتاعت الفايل الفابيتيكلي،
بيبقى مفيد لو عايز ترتب حاجه. ولو بعد ما عملت سورت في كوماند ثاني اسمه يونيك بيشيل لك الدوبليكتس، بيشيل لك الدوبليكت من الفايل، فممكن تسورت فايل وتشيل الدوبليكتس. هيستوري بيطلع لك الهيستوري بتاعت الكوماندز اللي انت عملتها، فممكن لو انا عملت حاجه من شويه ونسيت انا عملت ايه، اجي هنا اقول له هيستوري هيطبع لي كل حاجه، فطبع لي كل حاجه. طب لا هيستوري انا كنت عايز ادور على لما عملت الكوماند بتاع التشينج اونرشيب، فهقول له بايب وجريب للتشينج اونرشيب، فهيطلع لي كم مره اللي انا عملت فيهم تشينج اونرشيب، هفتكر انا عملت ايه. اوكي، فكوماند هيستوري مع جريب ده بيبقى مفيد جدا انت تدور على حاجه. جريب مثلا وريتها لكم غالبا المره اللي فاتت، ان هو لما بقول لو انا عايز اشوف البروسيسز واقول له جريب الاو اس مين اللي فتح، او جراب مثلا على بروسس معينه، فهات لي البروسس اللي بترن واللي باسم كذا، ساعات بدور على بروسس عايز اعملها كيل وعايز البروسس اي دي، فبدور عليها واجرب واطلع ده. تقريبا لا، تقريبا لا، بس هو عنده كاب بعدها انا مش فاكر هو بيكلير امتى، بس مش لما بتقفل السيشن، لان هو انت لو فتحت التيرمينال تاني وعملت اب هيبقى شايف القديم، هيبقى شايف اخر حاجه انت رنيتها، بيحطه في التمب، بس امتى بيكلير معرفش. طيب اخر حاجه وده كوماند لطيف جدا هتحتاج تستخدمه كتير، اللي هو الياس ده. خلينا الاول يعني سيبكم، انا هعمل حاجه ثانيه، سيبكم اللي انا هعمله عشان انا بديليت اللي عملناه الصبح عشان يروح وهنقفل التيرمينال خالص، نفتح تيرمينال جديده. طيب احنا المره اللي فاتت كنا عملنا اللي هو هلو ده، وبعرف ارنه دلوقتي بهلو صح، ورنه واكتب واس هيقول لي هلو كذا ويلكم تو كذا. افرض ان انا ده كوماند طويل او حاجه انا بعملها، برن ليست اوف تيستس وكوماند طويل وفي اوبشنز كتيره ومش عايز كل مره اكتب ده، فانا عايز اكريت لنفسي كوماند. هو الياس معناها ايه؟ اسم تاني بتتنده بيه. انا اسمي مهيد بس بيندهوني بيقول لي اي اسم تاني، ده الياس ليه. فانا هنا ممكن اقول ان انا اجي اقاد لنفسي الياس، يعني انا جيت دلوقتي كتبت كلمه هل دي هيقول لي انت عايز ايه؟ مين هل ده؟ لا بس انا ممكن اجي اقول له والله اعمل لي الياس، خلي لي الكوماند اللي اسمه هلو ده بيساوي ده. فبعد كده لو جيت كتبت كده هيرن لي ده، اقول له مهيد هيقول لي هلو مهيد. فانا قلت له الياس الكوماند الاختصار اللي انا عايزه بيساوي ايه الكوماند اللي انت عايزه يرن. تمام؟ طيب طب افرض انا قفلت التيرمينال وفتحتها تاني، هل هيفضل موجود؟ مش هيفضل موجود. طب افرض انا عايز يفضل موجود اعمل ايه؟ احطه في الباش ار سي، احطه في الباش ار سي. فانت في الهوم عندك لو قلت ال اس داش ايه اللي هو قلنا بيبين الهيدن، هتلاقي ان احنا عندنا اوريدي فايل اسمه باش ار سي، نفتحه. فخلينا نفتحه باي حاجه، خلينا نقول نفتحه بفيم ونزود فيها، ننسرت فيها الاليس ده. فاحنا قلنا الياس هلو ايكوال هلو، تمام، وهسيف الفايل واكزت. لو جيت قلت هنا هلو هيرن ليه؟ الباش ار سي بيرن لما في تيرمينال جديد، فمحتاج افتح تيرمينال جديد. ايه؟ اكزت لو جيت هنا قلت هلو هيشوف، انا كده كاني عملت ريستارت للباش. اوكي، فهنا شاف الكوماند، فلو قلت له اي حاجه مهيد هيشوف الكوماند. فده بيبقى لطيف، انا كنت بستخدمه كتير لو عايز ارن تيست طويل والتيست ده فيه كذا اوبشن بيرن، فكنت بروح اعمله في السكريبت هو بالاوبشنز بتاعته وخلاص، هو حافظ الاوبشنز وبكتب بس ران ريجريشن داش اول، انا ده بيرن حاجه معينه، ران ريجريشن سمول مثلا، انا كنت عامل لنفسي الياس تاني بيرن شويه ريجريشنز قليله وبيرن لي شويه تيست انا عايزها. فده كوماند لطيف يعني، وهتحتاجوا تستخدموه كتير، بيسرع الشغل. هو ممكن اعمل ريست برضه، هو
في الاليس لوحده لا غالبا، او انت ممكن تحط كذا كوماند في نفس اللاين بس ما اعرفش ينفع في الاليس ولا لا. احتمال ينفع احتمال لا، ممكن نجرب. هي كانت ايه الديلامتر؟ الديلامتر كانت سيمي كولون؟ لا بحاول افتكر الديلامتر. لا اظن لا، يعني هو دلوقتي اعتبرني برن اتنين كوماند مش عايز احطها في الاليس، فممكن يبقى لها سينتكس بس انا مش عارف. فتحت الفايل، هو فايل في الاخر، انا بس قلت له فيم، انا بشتغل بفيم بس انت هتفتحها مثلا بكود اللي هو فيجوال كود، فهقول له كود دوت، انا واقف في الهوم فهقول له كود دوت باش ار سي. لو قلت له كده المفروض هيفتحه في اس كود ولا ما فتحوش؟ فتح لي الفايل اهو. ممكن انزل اكستنشن لباش وهيبقى هايلايتد وكل حاجه، وهاجي هنا انا ده الالياس اللي انا زودته، بس انا زودته من الترنال على طول بفيم اللي هو الاديتور بتاع الكوماند لاين. طيب ينفع ايه في الالياس ازاي بقى؟ لازم دبل كوتس، لازم دبل كوتس. ماشي، يعني انا ممكن في الالياس اقول له الدبل كوتس هنا ولا لا؟ يعني الدبل كوتس بعد الايكوال صح؟ فمثلا خلينا نقول هلو او اي حاجه كات 1 دوت تكست ls. انا عشان ما كنتش حاطط الدبل كوت ينفع، بس هتحط لها دبل كوت. انت عشان ترن كذا كوماند في نفس اللاين بتحط سيمي كولون، وعشان تجنور السبيسز، انا حاولت اجنور السبيسز بس هو الاصح ان انا اعملها كان بدبل كوتس عشان يعتبرها كلها جزء حاجه واحده. فهو دلوقتي فاهم ان هو هيرن كات، هيكات الفايل وبعدين هيرن ls بس. طيب حد عنده سؤال تاني؟ الموضوع ظريف وهتتعلم كوماندز كتيره، وهتلاقي نفسك في الاخر بعد ما بطلت تستخدم الماوس كده وبقت حياتك كلها تيرمينالز وسكريبتس وبتاع، مبدئيا انت برودكتيفيتي بتزيد شويه وبتحس نفسك هاكر في نفسك كده. لطيف. انا هنزل لكم ان شاء الله اسايمنت، الاسايمنت صغير قوي، يعني هطلب منك تعمل هما اتنين ريكوايرمنتس، واحد فيه مثلا خمسه كوماندز وواحد فيه سته كوماندز حاجه كده، تطبع شويه حاجات وتران الكوماندز دي وتطبعها. انا هحاول اظبط السكيدول بحيث ان احنا الاستلام يبقى في الكليه، ما تسلمونيش اونلاين، نبقى بندسكاس الحاجه عشان اشوف لو عندكم اسئله او كده. فغالبا هيبقى في مره ما فيهاش شرح، ما فيهاش ريكوايرمنت، احنا بس هنيجي نتقابل نستلم اللابات كذا لاب ورا بعض وخلاص. فاعتبروا دلوقتي ان ما فيش ديدلاين قريب، يعني هو ديدلاين مش حتى مش الاسبوع الجاي، بس حاولوا تخلصوه دلوقتي وانتم فاكرين هو ريكوايرمنت صغير. اوكي. حاجه اخيره، انا عارف ان في ناس عندها مشاكل في الفي ام فيرتشوال بوكس، بيطلع شاشه سوداء وبعدين يطلع لك يضرب ايرور في وشك كده. هي غالبا انا دورت دلوقتي لما الناس سالتني، هي باج غالبا مع فيرتشوال بوكس، فانا بحاول اشوف لها حل، انا لسه مش لاقي لها حل. بس تمبرارلي ممكن تشتغلوا بحاجه اسمها في ام وير بلاير، البلاير ببلاش، الستيشن هو اللي بفلوس، في ام وير ستيشن بفلوس، في حاجه فري فيرجن اسمها في ام وير بلاير وشغاله، وفي ناس جربتها وشغاله. ده ورك اراوند لحد ما الاقي لكم حل. اوكي تمام. ايه ده مكان فيرتشوال بوكس، مكان فيرتشوال بوكس. ماشي، شكرا يا شباب.